اسمحوا لي في بداية فقرتنا نرحب بضيفي العزيز جدا صاحب المكان الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي القدير. منور يا أستاذ. الله يكرمك. هو أنت يا أستاذ هتجيلنا أسبوع أو أسبوع لأ؟ هو بس يعني نمشيها بس عشان مشاغلك اليومين الجايين دول بس. طيب حاضر. يعني ربنا يكرم يا رب. هتبقى معانا الأسبوع ده مش معانا الأسبوع الجاي؟ الأسبوع اللي وراه؟ يعني بعد إذن حضرتك. عشان بس لازم نقول للناس عشان يحوشوا كل المشاكل ونقولها. احنا بس عايزين الاول نقول لكل سنه وهم طيبين امهات مصر. طيب يعني تملى اقول للام دي يقولوا الاب المهم. لا لا لا، الام هي عمود الفقر البيت وقلب البيت وكل حاجه البيت. ده 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 كلام. كل سنه وهي طيبه. الكلام ده لما يطلع من اب يعني لا دي حقيقه. لا دي حقيقه. الام هي عمود البيت. صحيح. الام هي قلب البيت، هي الحاجه النسمه، الحاجه الجميله في حياه اي حد. الام دي حاجه جميله قوي قوي. يعني مش بقلل من قيمه الاب، لكن لا. الام هي بتجمع، هي اللي بتجمع. ايوه بالظبط، هي بتجمع البيت، هي كله قلب البيت طبعا وعمود البيت. الاب طبعا ظهر البيت. الاب هو اللي بيصرف صراحه. لا ظهر البيت برضو عشان ما يطلع ويشتغل ويشقى. طبعا طبعا ظهر. ظهر البيت هو مسنودين الأب. عليه. طبعا البيت كله مسنود طبعًا عليه. طبعا طبعا. تمام. طيب معانا ده، انا قبل ما اسال الاستاذ ده انا كنت عايزه اساله سؤالين مهمين لكن اوكي. لا لا معانا مدام اسكندريه. الو. الو. ايوه. مساء الخير. مساء الهنا. انا بصي بقى، الاعتذار ليه في اول الحلقه. انا اولا دلوقتي اعتذر ان انا قلت الاستاذ اشرف كنت كلمته من اسبوعين وما ردش عليا. انا عايزه اشكره بقى جدا 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 على ذوقه وعلى ان هو اهتم بالموضوع. وحقيقي هو طبعا اتصل والناس من المكتب عنده في منتهى الذوق جدا جدا والاحترام، واستاذ ابراهيم خليل واستاذ ايهاب، يعني ناس محترمه جدا زي سياده المستشار. وحتى انا كمان قلت طيب هتبقى الاتعاب ايه، عشان انا بحب ان انا يعني ابقى فاهمه ايه هعمل ايه. فالحقيقه الاستاذ ابراهيم قال لي الاستاذ رافض تماما انه ياخد اتعاب، وقال طالما هي جايه عن طريق مدام هاله فانا مش هاخد اي اتعاب. وانا مش عارفه اقول له ايه بصراحه. انا يعني بشكره فعلا جدا جدا والله من قلبي. ربنا يخليكي يا مدام ناديه، ربنا يخليكي. الحمد لله. بس طبعا ده كان عشان قضيه الرؤيه يعني بتاعت الحفيد. ايوه يا حبيبتي. بصي انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. هو احنا يعني مش بنتقل، يعني مثلا في قضايا معينه احنا فعلا بنهتم بيها انسانيا. يعني واخده بال حضرتك، يعني حقك ان انت تشوفي احفادك، ده حقك. انا شخصيا لما اتعاطف مع موضوع زي ده، استاذ اشرف هيتعاطف مع موضوع زي ده، لكن احنا بنقول يا جماعه احنا بنبعت قضايا معينه هي جدا للاستاذ اشرف. طبعا طبعا. انا بشكرك جدا والله. طبعا طبعا. بصي يا مدام هاله، هو اتفضلي. كمان مرضيش يعني مرضيش يبقى في اتعاب خالص، وقال طالما من عند مدام من البرنامج ومن يعني قناه الحياه. والله يعني هو لا الاستاذ وذوقهم كلهم يعني مش عارفه اقول لك. انا عملت التوكيل والاستاذ ابراهيم خليل نزل اخده مني من اسكندريه، والناس يعني مش عارفه اقول ايه والله. مش حاجه اشكرهم بيها. لا ان انا اشكرهم كده على الهواء. لا يا حبيبه قلبي. وبشكرك جدا جدا يا سياده المستشار والله. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. شكرا. ومتشكره على ذوقك. لا 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 تحت امرك. تحت امرك يا رب. ان شاء الله هتشوفيه قريب باذن الله. تحت امرك باذن الله. طبعا احنا كمان بنشكر قناه الحياه وبرنامج انتبهوا ايها الساده. طبعا طبعا. انهم فعلا في حالات انسانيه استاذ اشرف انت ما تاخرش علينا فيها بصراحه. والاعداد عندك شاطر قوي. هم شطاطير. الاعداد بصراحه شطاطير. شطاطير شاطر 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 يعني. على طول بيطيروا من هنا وبييجوا هنا ويروحوا هنا بجد. طبعا. في الحمد لله ربنا يهديهم يا رب. يا رب. ربنا يهديهم لينا. ويهدي حسن. طب استاذ اشرف انا عايز اسالك سؤال. ايه قانون حمايه المستهلك ودوره والعقوبات؟ عايزين نعرف قانونا الموضوع ده ايه بقى؟ حمايه المستهلك. بصي اول ما كلمتيني امبارح برضو تاني بنعيد تاني. الحلقه دي انت محضره قانونين بنتكلم فيهم. ايوه فندم. والقوانين دي الناس بتستخدمها كل يوم او ايوه في تداول باستمرار عليها كل يوم. تمام. حمايه المستهلك اولا لما بتيجي تشتري سلعه من اي حد، العقد اللي بينك وبينه الفاتوره.
لازم تاخدي فاتوره. من حقك ترجعي المنتج لو في حاجه الاتفاق فيها مش مظبوط في 7 ايام. حتى لو عربيه مثلا، اي حاجه. هو ساعات في ناس بتاخد عربيه بيطلعوا منها. نقول عشان برضو نطمن المشاهد، الماده 5 من القانون رقم 67 لسنه 2006 قالت ايه؟ يلتزم المورد بان يقدم الى المستهلك بناء على طلبه فاتوره. شفت احنا قلنا ايه؟ فاتوره. فاتوره. يبقى العقد بين المورد والمستهلك الفاتوره. ايوه. تثبت التعامل او التعاقد معه على المنتج، متضمنه بصفه خاصه تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطباعته ونوعته وكميته واي بيانات اخرى تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون. نيجي للماده 7، يلتزم المورد خلال مده اقصاها 7 ايام منذ اكتشافه او علمه بوجود عيب في منتج ان يبلغ الجهاز. يبقى هنا منتج، ما قالش عربيه، ما قالش تلفزيون، اي منتج، ما قالش موبايل، ما قالش اي حاجه. طب اسال سؤال بقى بعد اذنك، عشان احنا جات لنا برضو اسئله بخصوص الموضوع ده. لنفترض ان انا اشتريت عربيه وعدى 7 ايام وبعديها اكتشفت. بعديها امتى؟ في خلال 14 يوم. القانون حدد لك هنا 14 يوم. تمام. من تسلم اي سلعه الحق في استبدالها او اعادتها او استرداد قيمتها، وذلك اذا شاب السلعه عيب. تمام. او كانت غير مطابقه للمواصفات. يعني لو كان فيها عيب او غير مطابقه للمواصفات، في خلال 14 يوم تقدري ترجعيها. تمام. واي عيب اظن بيبان في الفتره دي، في خلال 14 يوم بيبان. يعني مثلا بتدور العربيه ما بتدورش، بتروح التوكيل بيدوها لك تمشي ترجعي ما بتدورش، يبقى في عيب. ايوه. ولكن في خلال 14 يوم بتنبهي التوكيل انا عندي كذا، فبيصلحها لك ويرجعها لك. ال 14 يوم ده الممتد، ممتد خلال الضمان، لان ممكن يظهر العيب بعد شهر. ما هو انا حصلت لي، بس في خلال 14 يوم لازم. لا لو بتبان اي حاجه لو طبعا كبيره. يعني انا حصلت لي بصراحه في عربيتي، بس طبعا مش هقول الماركه عشان ما نتغرمش. انه بعد سنه حصل فيها عيب فوديتها للتوكيل بصراحه، بس هي في الضمان. ما هو التوكيل بيديكي ضمان سنتين او حد اقصى 60,000 كيلو. ايوه. لو حصل عيب مثلا في العربيه نفسها، مش العربيه كلها بتتغير. ايوه. ففي خلال المده دي بيغيرها. بيغيروا. طبعا. بصراحه يعني. والقانون برضو حدد عقوبات بغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه. وفي حاله العود بيتزاد الغرام. وبيتنشر الكلام ده كله في جريدتين رسميتين يعني منتشره، زي مثلا جريد كذا وجريد كذا. طيب في ناس دلوقتي احنا بنسمع انه المصريين اللي في الخارج ممكن يحولوا دولارات لمصر. طيب حد جاي هو بشخصه جايب الدولارات دي معاه. ايوه. في مساءله معينه او في حاجه بقى تحصل؟ بص هو القانون في الاول كان بيسمح طلوع ب 10,000. لا. امال باكثر من 10,000 دولار. اوكي. والدخول باكثر من 10,000 دولار. تمام. جه 2012 اتغير الكلام ده، قال لك ولا دخول ولا خروج. طب ممكن بقى نكمل الاجابه بعد التليفون ده؟ بس لازم نكمل الاجابه. لازم، ده مهمه جدا. معانا مدام فاطمه. الو. انا اسف. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمكم يا رب. ربنا يخليك يا رب. الله، بصراحة أنا بحب برنامج بصراحة بتاعك أوي. ربنا يسعدك يا مدام فاطمة، ربنا يخليك يا رب. وربنا يكرمنا ويكرمك ويكرم الجميع. اللهم آمين. وأستاذ أشرف الله يكرمه يا رب ويصلح حاله. يا رب يا رب. ربنا يكرمك يا رب. الله يصلح حاله يا رب. أنا عندي، أنا أرملة، عندي أنا أرملة. أيوة. وعندي 7 أولاد مش محتاجة حاجة من حد. ربنا ما يحوجك لحد يا رب. اتفضلي. ولله الحمد ولله الشكر، وممكن نتبرع عليكم كمان بفلوس. ربنا يسعدك. لأي حد. ربنا يكرمك يا رب. بس عندي بنت الصغيرة، انا ما بقومش من على السرير والله. ايوه. وبنتي الصغيرة كان عندها 22 سنة. ايوه يا فندم. واتجوزت واحد. ايوه. واحد امه وابوه، معاش الا اختين بنتين.
هو انت حضرتك ممكن توطي التلفزيون عشان نسمع من التليفون احسن. انا موطيه خالص. انا طيب يا حبيبتي. طب يا حبيبتي اتفضلي كملي حضرتك. الله يهديني يا رب. ايوه فندم. متجوزه بعدين ربنا يصلح حالهم اتجوزت يعني امها من 6 سنين. تمام. قعدت 8 اشهر مع جوزها وسافروا في حته فربنا يهديهم وهم راجعين حصلت لهم حادثه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه فندم سامعينك. كانت هي وحماتها وحماها واخواتك وجوزها. ايوه. حماها توفى وجوزها توفى بعديه وهي اتكسرت وكانت حامل 6 شهور. وبعدين اهل جوزها اهل ام جوزها بقى ما رضيتش تدخلها شقتها، خدت شقتها وخدت عفشها واحنا ولدناها وعملنا لها عمليات في رجليها على ما قامت وقعدت تتعكس ما وبعدين ولدت نامت على الفراش وبقينا نوديها تعمل عمليات بتاع دوت بتاع علاج طبيعي. علاج طبيعي قعدت يجي 3 سنين بعيد عنك ما خدوا حاجتها وخدوا شقتها وخدوا عفشها وخدوا كل حاجه وخدوا ذهبها قالوا لها هنجيب عربيه خدوها وخدوا العربيه كمان. والناس يقولوا لها يا ست ديت ارمله ومعاها طفله يتيمه ازاي ما تديهاش؟ قالت ده هم بيقولوا ده مات الاول وده مات الثاني. طب احنا اللي بنقول ولا الدكاتره اللي قايلين؟ طب سؤال حضرتك يا مدام فاطمه. سؤال حضرتك عايزه حد يقف جنبي لان انا مش قادره اقوم اجري ورا بنتي ديت ولا ولدها مع محامي ما عملش لي حاجه لغايه دلوقتي. الكنترول بس دي يعني هو راسه طيب. بقالنا 6 سنين. بص يا مدام فاطمه معاهم بص يا مدام هلا نعم قريبهم واخد بنت اختها محامي ربنا يهديه ويهدي الناس كلها يا رب اللهم امين. قال لهم حقها الشرع مش هيخليها تاخده. طيب هو يقول زي ما يقول. طيب طب حق مدام فاطمه وكل حاجه مدام فاطمه سنين. حاضر مدام فاطمه مدام فاطمه عايزه اقول لحضرتك على حاجه. حضرتك هتسيبي نمرتك في الكنترول والاستاذ اشرف مكتب الاستاذ اشرف هيتواصل معاكي وان شاء الله باذن الله ربنا يحل لك المشكله دي. الله يبارك لي فيكم والنبي خليه يتواصل بيا. لا هيتواصل استاذ اشرف ما بيتاخرش خالص. يا فندم والله بكره هيكمل اتصال بحضرتك. اهو حاضر ان شاء الله بكره ان شاء الله. طيب نكمل بقى. خبير قانون سنه 2012 منع في دخول ولا منع قال لك 10,000 دولار ذهاب واياب يعني مسافره راجع فطبعا كان القانون ده يعني غلط جدا يعني. تمام. فالمشرع هنا تنبه للكلام دوت فاعطى القادم من الخارج الحق ان هو ياتي باكثر من 10,000 دولار بس بشرط الافصاح. يعني ايه الافصاح؟ يعني وانت جاي من بره معاك 50,000 دولار مثلا. اول ما تنزل تطلب من الموظفين المختصين الاقرار افصاح ان معايا اكثر من 10,000 دولار او ما يعادلها من العمله الاجنبيه. تمام. يعني 10,000 دولار ما يوازيها من اليورو، ما يوازيها من الين، ما يوازيها من كل العملات بس بشرط ما يزيدش عن 10,000 دولار. تمام. والقانون سمح هنا بالافصاح، يعني يفصح ان هو معاه ازيد من 10,000 دولار. من 10,000. حلو الكلام؟ حلو. وانا خارج. القانون هنا حدد ب 10,000 دولار او ما يوازيها من عملات اخرى. يعني اكتر من 10,000 دولار لا، الافصاح في ايه؟ القادم. في القادم من مش الخير. المغادر. ايوه فندم. عشان الناس بتتلخبط. الناس بتعتقد ان هي وهي مسافره تفصح ان معاها اكتر من 10,000 دولار، لا القانون هنا مجرم فوق ال 10,000 دولار مجرم. طيب وانت مسافر. وانت قادم معاك يا رب معاك مليون. مليون بس يا جماعه اكتب في الاقرار مفيش مشكله خالص، افصح بس انك الافصاح مجرد تمام. الافصاح ان انا معايا اكتر من 10,000 دولار. طيب الناس هياخدوا منك الاقرار اتفضل مع السلامه. تمام. خش البلد. طيب لنفترض انا بحاول من البلد اللي انا فيه عن طريق البنك. بحاول ايه المشكله؟ بس بيقال انه بياخدوا عمولات كبيره. بصي هو انا اعتقد ان الكلام ده مش موجود.
يعني اعتقد الكلام ده مش موجود. انا طبعا لما اجي اقول اعتقد يعني انا مش متاكد. ايوه فهمت. لكن اعتقد ان العملات مش كتيره ولا حاجه يعني مثلا العملات. اعتقد يعني اعتقد انها قليله جدا يعني. اصل ما هو لازم البنك هياخد. ما هو برضو عايزين نتكلم في النهارده انت هتجيب مليون دولار من بره بشنطه حتى امنيا مش مظبوطه. هحاول عن طريق البنك وحول فلوسك. محدش بيقول لك حاجه ابدا. انت مش شغال بره؟ شغال. ابعت بلدك. بلدك اولى انك تحوش فيها يعني. بلدك اولى انك تحوش فيها. لا ودلوقتي اتعمل حاجه كويسه قوي يا استاذ. ده 5.5% فايده زي اللي هي للناس اللي بره اللي شغاله بره. دي كويسه جدا. 5.5% مفيش في العالم. بس ما يقدرش يسحب المبلغ قبل سنه مش كده؟ قبل سنه. قبل سنه. مهما كان المبلغ ده. مهما كان المبلغ يعمل اللي هو عايزه. هو عمل حد ادنى ليها. لا قليل او كبير براحته. براحته بس ما يسحبوش قبل سنه. لا هو ممكن اعتقد ان هو يسحبه برضه بس يعني هو في ارباح خدها. فتملي بنصح الناس ايه؟ ما تحطش فلوسك كلها في شهاده واحده. يعني حط ايه؟ شهادات. عشان لو زنقت في شهاده تقدر تكسرها وتاخدها. ايوه صح. ما تتزنقش في كله يعني. صح. عندك مشكله. طيب لكن دخول الدولار من بره ما فيهوش اي مشكله بس افصح. دخول الدولار عن طريق البنوك ما فيهوش اي مشكله بس حول. عايز تعمل وعاء ادخاري اعمل. اعيد لك تاني. انت شغال بره وعلى دماغي وبتشقى بره وعلى دماغي. ما تحوش بره. حوش في بلدك. او ما يفكهمش بره من ناس. لا لا ما تفكش بره. لا اصل في ناس بتروح لهم تقول لهم انا هديكوا ازيد من البنك. وهو ايش ضمانه برضه؟ ايش ضمانه ان الكلام ده هيحصل؟ ايش ضمانه؟ هو بيقول له هديك اعلى. اللي هو بسعر السوق السوداء. ادي الاهل في مصر. ايش ضمانك؟ انا ايش ضمني انه ياخد مني فلوس؟ انت هتديله فلوس. ايش ضمانك؟ اتعامل عن طريق البنوك افضل احسن. حتى لو خد عموله برضه انا بضمن حق. بضمن فلوس مش كتير. بالظبط. بس احنا بنناقش البنوك بقى هنا. في حاجه تانية. ايوه يعني انا جات لي شكاوي كتير قوي ان هو ايه واحد مثلا متغرب بيبعت مثلا 100 دولار او 200 دولار لاهله. يوقفوا طوابير كتير. بياخدهم فكه. لا يعني سهل الامور. يعني بدل ما تعمل شباك واحد اعمل شباكين واعمل ثلاثه واعمل اربعه. اتعاون مع الناس. اتعاون معاه. عشان الناس تعمل كده. دي الشكاوي اللي بتجيلي وبتجيلك وجات للبرنامج. ايوه. ان الناس بتقعد كتير. بتقعد كتير جدا. فمعلش هون على الناس. هون على الناس. هون. طب كويس بقى ان انت فتحت الموضوع ده يا استاذ عاشر. عايزه اقول لحضرتك ان انا مش اي حد بلاش انا بيروح مثلا يطلع رخصه عربيه او بطاقه بالتحديد يعني اكتر بيقف طابور طويل جدا. تمام. بلس انه بيدفع اكراميات. حلو الكلام. ايوه. والا حاجته مش هتمشي. ايوه بصراحه. خلينا الصراحه. طب ليه بقى ما نخصصي مثلا شبابيك معينه اكتر؟ ايوه لو انا بدفع على البطاقه 100 جنيه زي هيئه استثمار بتعمل دلوقتي. عايز تعمل الشركه بتعمل الشركه في اي بي بتصرف اكتر. بالظبط. يا ريت يا ريت النهارده اللي مستعجل او اللي ما عندوش يا ريت يروح يدفع زياده اللي هي الاكراميه اللي كان هيدفعها. لا 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 يدفع زياده واكتر. ما هو يعني لو الدوله هنا في المعتاد بتاخد جنيه تاخد منه 3 جنيه وهيرضوا على فكره وهيدفعوا. هو حر. زي المترو. لو عملت يعني مثلا تعالي مثلا ايه في الدول اللي بنسافرها. في كل شغلنا هناك بنركب المترو. ايوه. ليه؟ في مترو هناك عربيه اسمها في اي بي بتبقى تذكره اعلى شويه. ايوه. فكل الناس بتركن عربياتها وبتركب. بالظبط. ما هنا برضو اعمل كده زي الاندر جراوند والحاجات دي. يا ريت يعمل كده. يا ريت طبعا. يعني اعمل عربيه واحده سميها باي اسم مش شرط في اي بي عشان الناس ما تزعلش. سميها متميز. سميها اي تسميها بقى. لو بتاخد التذكره هنا بنص جنيه خدها هنا ب 10 جنيه واللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه خلاص. واعتقد ان الناس هنا هتعمل لك سيوله في المرور. هتعمل لك سيوله ان الناس مش تركب عربياتها. تنزل تركب العربيات اللي هي تحت اي مسمى بس زود التعريفه بتاعتها اكتر. انا هستفاد اللي بركب في التذكره العاديه وهستفاد في اللي بركب بالاشتراك العادي وهستفاد باللي بركب بالدفع التعريفه الاكتر. وهنا الصيانه تتم من وفي نفس الوقت
وهتلقي ناس كتير قوي زحمه هتركب العربيه دي جدا، وهتلقي ناس كتير. اصل انا هوفر عربيتي يا فندم، احنا وفرنا عربيه وفرنا بنزين وفرنا طاقه وفرنا وفرنا غاز وفرنا وقت وفرنا زحمه المواصلات. كلنا كل الناس اللي بتركب عربيات هتنزل تركب المترو لان افضل. ايوه طبعا. طب دلوقتي جالنا سؤال مهم جدا على الاس ام اس، بنت مكتوب كتابها وباباها محامي كبير جدا معاه توكيل منها، هو عايز يطلقها وهي رافضه، هل ممكن انه يطلقها وهي ما تعرفش؟ مين اللي طلقها؟ بالتوكيل اللي معاه هو يعني يرفع قضيه خلع باباها. طالما معاه توكيل يسمع، احنا ننجده بقى. وهي ما تعرفش وما مش معاها توكيل، مش معاها توكيل يسمح بالكلام ده، فاحنا نقول له ونقول له كل اب سيب البنت تختار، طالما هما الاثنين مبسوطين خلاص يبقى سيبهم. طب وهي ما تقدرش تروح قدام القاضي في الاخر وتقول رغبتها دي؟ لا ما هنا يعني في اب وبنته. ما هتبقى محامي يعني، هتبقى لو محامي تاني تقدر تقول له الغاء توكيل مثلا، لكن باباها يعني احنا بنلم الاوساط يعني بنلم العائلات في بعض، هنقول له نقول له سيبها طالما بتحبه سيبها، وهي رافضه. وبعدين ايه السبب ان هو عايز طلاق؟ قالت لا. طيب نتواصل معاها لو ينفع، لو هي سامعانا دلوقتي نعرف لو الاسباب متاحه تقولها لنا تقولها لنا، ولو الاسباب مش متاحه نقدر نتواصل مع باباها نشوف، احنا كلنا عيله واحده يعني ايه المشكله؟ فمش هيحصل الكلام ده كله، بنقول له تروى شويه على العريس، ممكن يكون العريس مثلا متفق على اوضه وما جابش اوضه، معهوش فلوس بقى. بس هي راضيه. هي راضيه، وبعدين انت محامي كبير، يعني تقدر تجيب لها الكلام ده كله. او حتى لو ما جابش. لا. بصراحه يعني. ليه؟ لا يعني حتى لو ما جابش. برضه ليه؟ وهي راضيه انهم يدخلوا على قدهم، او العريس هي عنده هي حره. عزه نفس مش عايز. لما وافقت في الاول فالتناسب موجود. ولا انت اكتشفت بعد كده؟ ولا انت اكتشفت بعد كده التناسب مش موجود يبقى كنت رفضت؟ ما هو ممكن تكون يعني، احنا مش عايزين نظلم الاب برضه. لا انا مش ظالمه، مش عايزين نظلم البنت، لان ممكن يكون الاب عارف حاجه البنت ما تعرفهاش بلوى مثلا، يبقى ليه حق ان يطلقها. لا يقول لها بقى يصارحها. لازم يقول لها. لازم يقول لها. ومن هنا برضه بنقول للناس اللي هم يعني الراجل المقتدر خطيب بنتك يعني مقصر، ما هي بنتك برضه ويهمك انها تبقى سعيده. طبعا ايه المشكله؟ وبعدين ده لانها مش يعني بلاش تزعل بنتك منك قوي، تقهرها بلاش بصراحه بالبلدي كده، هيقهر بنته منه. لكن لازم يعرف، بس لو في حاجه مهمه ان طبعًا. الاب برضه بيبقى شايف وليه بعد نظر اكتر منها، فلازم تقعد مع باباها يمكن يقنعها بالكلام ده، واحنا بنتكلم في الغلط والاب يكون بيتكلم في الصح، ان هو شايف عليه مأخذ وجب الطلاق وجب الخلع. استاذ اشرف فيه ولاد كتير قوي ما بيسمعوش الكلام في الاول، بس لما بيتخبطوا فتملي بنقول ايه، بيرجعوا لنا يقولوا يا ريتنا سمعنا كلام. نقيد بقى كلامنا ده محامي يعني اكيد عارف ادرى اكيد يعني أدرى. او يقدر يتكلم معاها في حوار، يدخل يقدر في حوار لطيف جميل ما يزعلش بنته. بالعكس صاحب بنتك يعني. بالظبط. ده عسل قوي، البنات دول ما خلفش بنت ما خلفش. استاذ اشرف انا بشكرك جدا جدا جدا، وهتوحشنا الاسبوع الجاي. الله يكرمك. بس هنشوفك الاسبوع اللي بعده ان شاء الله، وربنا يقدرك دايما كده على فعل الخير يا رب. الله يكرمك. ويجعله في ميزان حسناتك. ربنا يكرمك يا رب. واحنا كلنا واسره البرنامج كلها فعلا بندعي لك ان ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب، ويخليك لاسرتك ويخلي لك اسرتك. وللمدام قول لها بالنيابه عن البرنامج كله، كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا رب. هروح بقى للشيف حسن عشان النهارده عامل حاجه غريبه جدا، انا مش عارفه هي ايه بالظبط، بس شاور لي كده من بعيد. انت عرفت يا استاذ اشرف؟ هو قال لي عامل عيش فرنساوي وبرجر وكفته والكلام ده كله. كفته وبرجر؟ وعازمني على بعد ما تخلصوا انا اللي هاكل الاكل ده. بالهنا والشفا. نروح للشيف حسن.